في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 الطريق. مساء الخير أعزائي مشاهدين قناة الطريق، وحلقة جديدة من حلقات شهر الكهك. كل سنة وحضراتكم طيبين. موضوع حلقتنا اليوم عن الصيام، أليس هذا صوم من اختاره؟ هل حل قيود الشر، فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير؟ أليس أن تغسل للجائع خبزك وأن تدخل للمساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وإن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويصير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدع فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا زي، إن نزعت من وسطك النير والإيمان بالأصبع وكلام الإسم وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الدليلة، يشرك في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر. بيشرفني في حلقة اليوم ما أستاذ أبونا يوحنا يوسف. أهلا بحضرتك يا أبونا. والمرنم ميريت وهبة، أهلا بحضرتك. موضوع حلقتنا اليوم يا أبونا عن الصيام. كنا عايزين نعرف في بداية الحلقة إيه هو الصيام وأهميته في حياتنا. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. الصوم زي ما علمتنا الكنيسة هو الامتناع عن الطعام والشراب فترة معينة يعقبها طعام خالي من الدسم الحيواني. وكلمة صم، صم يعني ضع ايدك على فمك، يعني الانسان هو صايم بيدقق ايه، بس مش بس اللي يدخل من فمه، ايضا الذي يخرج من الفم، وده مهم جدا اثناء فترة الصوم. وده بالنسبة للصوم أهميته. طبعا الكتاب المقدس علمنا ان هو بنهتم بفترة الصوم بروحياتنا، انطلاق من الروح وانربطات الجسد، ولكي تتلامس مع ربنا وفي روحيات وتقل الضعفات في فترة الصوم. دي أهمية الصوم المفروض لكل واحد في فترة الصوم اللي احنا فيها جميعا. يعني امتى بدأ الانسان يصوم في الكتاب المقدس، او اول انسان يصوم؟ طبعا معروف حضرتك والسادة المشاهدين انه اول وصية ربنا قالها لآدم، قال له من جميع شجرة الجنة تأكل ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، زي ما قاله في سفر التكوين اصحاح 2 آية 17. فكان في هذه الوصية مهم جدا ربنا يقول له هذا. كان الهدف أو أهمية هذا أنه ربنا عاوز يعلمه ضبط الجسد والنفس، أو زي ما بيقولنا الكتاب أقمع جسدي، ضبط الشهوات، ضبط النفس، تقوية الإرادة. فكل دي من أهمية والوصية اللي قالها ربنا لآدم أول في سفر التكوين، قالوا من كل شجرة تأكل ما عدا هذه الشجرة. فكان عاوز يعلمه هذه الأمور، تقوية الإرادة، ضبط النفس إلى آخر. ودي أهمية الصيام برضو، ضبط النفس. طبعا طبعا مهم جدا ضبط النفس والفكر في فترة الصوم. ده حتى إحنا لما بنكون أطفال وبنتعامل الطفل وبعد كده بياخد سر الميرون، أول حاجة بتدشن في الطفل الرأس عشان الفكر، بعد كده الأعضاء والقلب والإيدين والرجلين إلى آخره. فمهم جدا فترة الصوم يكون في ضبط للفكر والحواس. يفضل الصيام الانقطاعي ولا الصيام بالزيت؟
هو طبعا الصوم زي ما قلنا في التعريف مطلوب ان يكون في فترة انقطاعي عن الطعام، ويليها ممكن ان اصوم ناكل بالمأكولات اللي هي بالزيت. ففترة الانقطاع دي الكنيسة عايزة تدي جرعة روحية للناس في فترة الصوم، ليس من اجل تعب الجسد او حرمان الانسان، لا، من اجل انه يهتم بالروحيات فترة الصوم. وزي ما قال الكتاب يعني جميل جدا، طوبى للانسان اللي روحه تقود جسده مش العكس. وطبعا طوبى ايضا اكتر للانسان اللي بيخلي روح ربنا القدوس اللي جواه يقود روحه وجسده مع بعض. يعني انا يا ابونا عايزه افهم يعني الصيام الانقطاعي مهم جدا ان احنا نضبط فتره من غير ميه ولا اكل. أيوة. ولكن ليه الكنيسه عملت صيام بالزيت؟ طب ما كانت عملته انقطاعي على طول. ايه يعني ايه الميزه او ايه الطقس اللي هم عملوه؟ هل في الكتاب المقدس حاجه بتقول ان احنا المفروض نصوم بالزيت؟ طبعا في نصوص كتير جدا في الكتاب المقدس. فتره الانقطاع بتختلف من شخص لاخر. ممكن شخص ياخد كده تدريب من اب اعترافه بيصوم فتره انقطاعي وبعد كده ياكل بالزيت، تختلف من شخص. قد يكون انسان مريض فمحتاج لعلاج، محتاج انه ياكل مثلا برضو بعض الادويه اللي بياخدها، فالكنيسه بتدي ليه حل ونظام في الصيام، لكن ليس كله حاجه عامه للكل الا اللي ظروفه تسمح. اما الاكل بالزيت طبعا ليه بركات كتيره، وربنا قال في مواقع كتيره في الكتاب المقدس ان يكون الاكل نباتي، زي ما قال لحزقيال، قال له بالنسبه للصوم انه يصوم ويبدا الفطار على القمح والشعير والفول والعدس والرز والكمون، ده موجوده في حزقيال. وايضا في دانيال ربنا قال له، لما نقرا في سفر دانيال قال له انه يصوم ولما يفطر حتى صام هو وثلاث اصحاب. لما صام بدا يفطر بعدها، اكل البقول والقطان والعدس الى اخره. وحتى ان ادم وحواء كانوا بياكلوا نباتات، ما كانوش بيطبخوا حاجه. قبل الطوفان كان كل الاكل نباتي. هو كمان حاجه جميله من الصوم انه الكنيسه عاوزه تقول للناس يا ريت تعيشوا الحياه الفردوسيه اللي كانت لادم ما قبل سقوط. وده اللي المفروض برضو يبقى الانسان حاطط هدفه وهو صايم، مش بس تغيير اكل، لا، انا وانا صايم الكنيسه عاوزه تقول لك عيش زي ما كان ادم وحواء ما قبل السقوط ولما طردوا من الجنه، الحياه الفردوسيه. حتى داود النبي في المزمور 109 يقول كده انه ارتعشت الركب من كتر انه صايم وما بياكلش حاجه فيها دهن او سمن. فموجود اللي ربنا اوصى هؤلاء في العهد القديم اذا كان حزقيال او دانيال الى غيره ان الاكل ما يصوم صوم انقطاعي، ولما يبدا بيفطر طبعا الانسان بيبقى محتاج لوظائفه الحيويه للاكل. فالكنيسه لا هتمنع خالص الاكل لفتره كبيره ولا بتحدد ليه مواعيد، وزي ما قلت بتختلف من شخص لاخر. اذا كان شخص مريض غير الانسان الصحيح اللي ما مش بياخد ادويه، ويعقبها الاكل زي ما ربنا امر واعطى هذه التعليم لابائنا البطاركه في العهد القديم. في بعض الناس يقولوا يا ابونا طب وايه لازمتها من الصيام بالزيت؟ ما انت كده كده بتاكل، طب ما تصوم انقطاع بعد كده افطر. لا، ما هو دي تعليم الكتاب. ربنا عاوز يقول له ابعد عن الاكل اللي هو فيه الدسم الحيواني، وعايز يفكرنا زي ما قلت بتعليم زي ادم وحواء في مكانه في جنه عدن ما قبل الطوفان. اكل اللحم ده جه بعدين بعد الطوفان. نسمع ترنيمة يا ماري. في البتول مديح عندها في البتول. اتفضل. طب بتدف بقى؟ لا، الدف مع الكروش. طيب ماشي.
اطرح عنها واقول انت اصل الاصول يا جوهر مكنون بيك يا نعمتنا وخلاص جنسنا قد بلغنا المنى ونحن بك فرحون تجسد الابن بثبات من فخر البنات صلب عنا ومات عند الإقرانيون ثمرات العيون هي ابنة صهيون أعدائي يقولون إني بحبك مفتون وسباني سباني حبي يا فخر الروتات موسى رأتي عجب من عجاب والأناد الفضة بتضوي والصلبان ذهب وده مدحي في البتول زاد قلبي فرح واللي يمدحها على طول قلبه انشرح يا قبة موسى يا مريم يا شريط هارون جاكي غبريال ببشاير وأقوال وقبلتي ما قال وهو سر مكفون حاويت الثمرة وهو رب القدرة وصرت سماء مقمرة يا ابنة صهيون خلصتي آدم بعد إن كان نديم وعطبت العالم من كيد الأرخون دائم التمجيد تجسد وهو الوحيد لأجل خلاص العبيد من الأسر والسجون وسباني سباني حبيك يا فخر الروتاب موسى رأتي عجب من العجاب والأنادي الفضة بتضوي والصلبان ذهب وده مدحي في البتول زاد قلبي فرح واللي يمدحها على طول قلبه ينشرح يا قبة موسى يا مريم يا شريط هارون ذكر داود عنك الملك اشتهى حسني وتجسد منك رب العرش المكنون ربوات ثم ألوف من حول العرش وقوف وطوائف وصفوف وشهداء متصلون زالت عنا الأحزان وسرنا في اطمئنان ب
بيك يا قرة الأعيان، ونحن بك فرحون. سالوا ما شهدات بأن العذراء تظهر، أمنت واعتمدت بالسر المكنون، وسباني سباني حبك يا فخر الرتاب. موسى رآكي عجب من العجاب، والأنادي الفضة بتضوي وصلبا ذهب، وده مدحي في البتول زاد قلبي فرح، واللي يمدحها على طول قلبه ينشرح. يا قبة موسى يا مريم يا شورية هارون. آمين. بمناسبة شهر كيهك والصيام اللي احنا فيه، كنت عايزة أعرف من حضرتك يا أبونا إيه الطقوس اللي بتتعمل في شهر كيهك بالنسبة للصيام؟ الطقوس كلها مليانة تعليم، وفي شهر كيهك زي ما احنا عارفين الكنيسة بتحط لينا مع الصوم جرعة روحية حلوة، لو الإنسان فعلا حضر واستفاد وتتابع هذه الخطوات بحيث يجي يستقبل عيد التجسد الإلهي يكون فعلا استفاد من الفترة التي تسبق العيد. فنلاقي مثلا كل إنجيل من إنجيل أحد شهر كيه تتكلم عن مراحل وخطوات جميلة جدا ومحطات توصلنا لميلاد رب المجد. فمثلا أول حد يتكلم عن بشارة الملاك جبرائيل لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان، وطبعا هذه الأسرة نتعلم منها كتير، يعني كتاب شاهد وقال عن زكريا وإليصابات كانوا برين أمام الله، وإن كان ربنا أطال أناته وخلهم يعطى لهم نسلا بعد فترة طويلة ووصلوا لسن كبير، لكن أعطاهم عطية كبيرة جدا لم تكن بتالي في مخيلة وذهن زكريا أو زوجته. فده أول حد نتعلم من الأسرة ومن عطاء ربنا، وهم كانوا بيطلبوا باستمرار، وحتى كده في الإنجيل يقول كده نزع عاري من بين الناس، فربنا اختار في الوقت المناسب وأعطى عطية أكتر تفوق عقل البشر. الحد الثاني في شهر كيهك في أناجيل يوم الحد نجد يتكلم عن بشارة الملاك جبرائيل العذراء مريم بميلاد المخلص. طبعا البشرة والحوار الذي دار ما بين الملاك اللي جاي من السماء مخصوص جاي للسماء التانية اللي هي العذراء يبشرها بميلاد المخلص ويقول لها كده لا تخافي، الروح القدس يحل عليكي، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. الحد الثالث يتكلم عن الزيارة اللي كانت راحت العذراء مريم زي ما قال الإنجيل في القديس لوقا، يقول وذهبت بسرعة لإليصابات عشان تخدمها وتقعد عندها فترة طويلة. وحتى هذا الإنجيل يقولوا كده أن أم السيد راحت تخدم أم العبد، وحتى في مزمور الإنجيل يقول كده أن الحق والعدل تلاقيا وتلاقي المسيح له المجد، وهو في أعشاء العذراء مع يوحنا المعمدان الذي كان رمز للحق. ويجي آخر حد اللي هو يسبق ميلاد رب المجد ميلاد يوحنا المعمدان، وطبعا شخصية يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء بنتعلم منها الكثير. فشهر كيهك بقراءاته إذا اللي يتابع هذه الأحداث لحد ما يوصل لميلاد رب المجد، فالكنيسة عاوزة تعيشنا الأحداث دي عشان نصل فعلا لهذه نحتفل بميلاد المخلص.
فطبعا اللي هيبعد عن هذه الخطوات يبقى ما فيش تهيئة مناسبة لروحياتنا لهذا الأمر المهم في حياتنا. ده بالنسبة للأناجيل في شهر كه. أما بالنسبة للتسبيح زي ما احنا عارفين وسمعنا من مرنمنا الفاضل تسبيحة جميلة جدا العذراء، تسبيح شهر كياه والمدايح اللي موجودة فيها اللي بتعلمنا استفادات كتيرة طوال الشهر، أيضا المدايح والمردات اللي فيها تهيئنا لاستقبال عيد التجسم. يعني حتى التسبيحة باختصار بنقول 7 و4 وبنسمعها كتير في قنوات الفضائية وقناة الطريق، تهتم بإذاعة بعض الفقرات لفايدتنا احنا في بيوتنا وبرضو في كنايسنا. 7 اللي هما 7 أيام الأسبوع، 7 سؤتقيات، 4 الأربع هوسات طبعا. والسؤتقية في إبصالية دي تمثيلة لرب المجد 7، وفي لكل يوم سؤتقية بيبقى ليها هدف. يعني بيوم الاثنين مثلا لو ابتدينا من الأيام من الاثنين واحنا بنصلي يقول أشرق جسديا من العذراء. أشرق يعني بميلاد رب المخلص النور أشرق للعالم، وفعلا بميلاد المسيح له المجد حول العالم من الظلمة إلى النور. حتى القديسة معانا الشيخ يقول كده نورا تجلى للأمم. نيجي في يوم الثلاث طبعا دي مردات بسيطة، لأن كل 4 سوتوقية بقى مليانة بالتعليم الروحية والتعليم العقدية واللاهوتية. في يوم الثلاث يقول كده لأنه بإرادته بإرادته والروح القدس أتى وخلصنا. تجد أن في المرد يوضح أنه الثلاث أقانيم اشتركوا بإرادته ومسارة أبيه والروح القدس أتى وخلصنا. ده يوم الثلاث. يوم الأربع مثلا يتكلم يقول كده تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهه. يتكلم عن العذراء مريم، وعشان يتم التجسد كان لازم يتم اختيار العذراء اختيار سمائي لكي يحل فيها في أحشائها المخلص، وهكذا. حتى يوم الخميس يقول كده لم يزل إلها آتى وصار ابن بشر في المرد بتاع سؤتقية يوم الخميس. ويوم الجمعة من المردات الجميلة بيقول أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. يعني أخذ عنا الموت وأعطانا الحياة، أعطانا البر وحمل عنا الإثم. فكل مرد من مردات تسبيحة كياه تهيئ الإنسان في قراءات الأحاد الأناجيل زي ما قلت في القداسات، زائد في التسبيحة 7 و4 من يوم الاثنين الثلاثة الأربع خميس الجمعة حتى السبت ويوم الحد. يتكلم عن العذراء مريم وتمجيدها، كل ديا تمهيد لعيد الميلاد. يعني في ممكن البعض يستقبل العيد بمجرد تجهيزات أرضية أو سنوية، ده شيء كويس، بس في ما هو أهم الكنيسة، الجرعات الجميلة اللي بترتبها مع الصوم مع الأناجيل مع الأحداث زائد التسابيح، كل دي تهيئة جميلة بتهيألي اللي يعيشها بعد كده يقدر يستقبل العيد ويفرح فعلا روحيا وجسديا ونفسيا. كنيسة جميلة وطقوس غنية طبعا. بس يعيش بقى تعليم فعلا. المفروض الإنسان ما يفوتش هذه الفرص والمناسبات إلا ما ياخد استفادة روحية فعلا. أمين. لم يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد كعيد مستقل إلا في القرن الرابع الميلادي، لماذا؟ هو في فترة كانت في بداية المسيحية كان حتى عيد القيامة أيضا كان يحتفل به كل 33 سنة على أساس المسيح له المجد. كان فترة وجوده على الأرض متجسدا، المسيح الله ظهر في الجسد، كان 33 سنة وتلت. فكان أحد البابوات قال في هذه الحالة ما ممكن يمر على أجيال أو مجموعة من البشر بتمر بدون أن يحضر هذا الاحتفال ويستفيد. وحضور الأعياد ده أمر كتابي ربنا وضعه من أجل فايدتنا، مش بس الفرحة اللي هي تلاقي الناس مع بعضها، لا، فايدة روحية. فأيضا عيد الميلاد أحد البابوات أما لقى فيه اهتمام بعيد القيامة، وده بيرمز إلى الفداء والخلاص،
كما برضو عيد الميلاد رمز العيد للتجسد الإلهي، ودي بداية تدبير الخلاص من الله للبشر. فكان لازم نهتم بسر التجسد كما هناك فيه اهتمام بسر الفداء والخلاص، فمن هنا بدأ الاحتفال بعيد الميلاد. حاليا في الفترة اللي احنا عايشين فيها عندنا صيامات ثابتة زي صيام الميلاد، زي صيام عيد القيامة، صيام العذراء كده. هل في العهد القديم قبل وجود المسيح كان في صيامات ايضا ثابتة؟ طبعا في صيامات كانت ثابتة في العهد القديم. نجد ان ربنا في العهد القديم يقول لنا كده عن الصيام في الشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السابع والشهر العاشر. فكان يكلم العهد القديم ان في اصوام ثابته، وده موجود في زكريا، في سفر زكريا. وحتى في حكمه من ربنا لتحديد مواعيد الاصوام للبشر ككل، عاوز يقول لهم ان لازم العباده تبقى في صوره جماعيه، فحددها ربنا. الحاجه الثانيه بيصوم الكل، يعني في شركه في العباده. ده حتى في صلاة أبانا الذي الصلاة الربانية علمنا يكون فيه الصلاة الجماعية. حتى احنا ما بنصلي نقول يا رب اغفر لنا يا ذنوبنا، بنصلي بصيغة الجماعة ليس بصيغة الفرد. أما أنا أقف أصلي وأقول اغفر لي يا رب، لا، بيقول حتى ما نصلي اغفر لنا. ففي الصلاة بيبقى فيه جماعة، مشاركة في جماعة يعني. أيضا في الأصوام ربنا حدد في العهد القديم الأصوام كما ذكر في سفر زكريا في شهور معينة قال لهم على الصوم. فالهدف والحكمة ربنا أنه يكون فيه صوم جماعي. حتى صوم نينوى الذي ذكر في سفر يونان كان صوم جماعي، أهل نينوى حتى الصغيرين والأطفال والنساء والكل كان بيصوم. فأصوام كثيرة في العهد القديم، حتى موسى النبي صام 40 يوم وصامهم مرتين. طبعا احنا عارفين لما صام موسى النبي مرة لاستلام لوحي الشريعة وصايا العشر، ونزل لقى الشعب بيعبدوا الصنم، فبدأ يعني هذه اللوحين انكسروا، فرجع مرة تانية يصلي على الجبل وصام 40 يوم مرة تانية. وكان هو طالع في الجبل مر أيام، فحتى دي الأيام ساعات بتبقى استعداد للصيام. في الكنيسة أحيانا بنعمل صوم استعداد ما قبل الصوم، دي زي ما أيضا موسى صام في هذه الفترة، ده إلي النبي أيضا صام إلى آخر. في أصوام كتير في العهد القديم ذكرت في الكتاب المقدس، زي برضو صيام يونان. صيام نينوى، أيوة، الصام الشعب كله وربنا قبل توبتهم. حتى في عزرا لما نقرا في سفر عزرا اصحاح 8 يتكلم ان هو بدا ينادي الشعب بالصيام. ايضا في ايضا صوم اخر ايام يهوشافاط، وفي صوم في سفر ارميا صام الشعب كله ايام يهوياقيم ابن يوشي. ففي اصوام كتير في العهد القديم نادى بها الأنبياء، والنبي لما بيقول حاجة تبقى رسالة موصلة من قبل الله للبشر. ففي أصوام محددة وأصوام جماعية، والهدف زي ما قلت من الأصوام الجماعية روح الجماعة، مشاركة. إيه رأي الكنائس الأخرى، الكنائس المختلفة في الصوم الانقطاعي؟ هو الأصوام طبعا رأي الكنائس في الصوم الانقطاعي آراء مختلفة، لكن احنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بتمارس الصوم بنفس الأسلوب الذي صام به الآباء الرسل في العصر الرسولي الأول، وده طبقا للأسانيد التاريخية، وده اللي يؤيده التقليد وأقوال الآباء. لكن نجد انه الكنيسة الكاثوليكية في فترة كانت في الصيام، كان في الصيام موجود حسب قوانين الرسل لحد ده الصوم الانقطاعي. حتى المجمع بتاع الذي انعقد بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية
تقريبا في القرن السادس الميلادي، فاعتبروا كل من لا يصوم انقطاعي مذنب امام الله. ده رأي الكنيسة الكاثوليكية. يبقى الكنيسة الأم الأرثوذكسية القبطية المصرية بتصوم نفس الصوم منذ القرن الرسولي الأول. حتى الكنيسة الكاثوليكية بعد كده في القرن الثامن اعتبرت أنه مهم جدا أن الكنيسة الغربية قالت كده الصوم لازم يكون انقطاعي، وقالت أنه ليه الإنسان اللي يصوم انقطاعي ليه مكافأة، مكافأة سماوية، ومن يفطر فيها يحرم. أما طبعا في الكنيسة في نقدر نقول في المذاهب البروتستانتية في القرن الستاشر يعني بدأوا يتحرروا من الصوم، أصبح عندهم الصوم ممكن أصوم لما أعفي دقيقة عشان ربنا يتدخل ويحل هذه المشكلة. يمكن برضو بعض أولئك الطوائف أو المذاهب رفضوا الصوم النباتي، ده بالنسبة لرأي الكنيسة يعني بخصوص تاريخ كده عبر التاريخ بالنسبة للأصوام. لكن طبعا الكنيسة القبطية بتتمسك بنظام الصوم الذي كان منذ العصر الرسولي الأول. عايزين نسمع منك ترنيمة. هي ترنيمة للعذراء حاجة جديدة خالص. بداية الترنيمة بتقول حبيبتي من صغرها وسط البنات والدة، دي كلمات وألحان تصنع عبير سليمان. اتفضل. حبيبتي أمي. حبيبتي من صغرها وسط البنات وردة، شفعتي من صغري أنا ولغاية النهاردة. حبيبتي من صغرها وسط البنات وردة، شفعتي من صغري أنا ولغاية النهاردة. حبيبتي أمي ساكنة في دمي، حبيبتي أمي العذراء، فوق الممالك والعظماء لبس تاج الملكة. حبيبتي أمي ساكنة في دمي، حبيبتي أمي العذراء، فوق الممالك والعظماء لبس تاج الملكة، لبس تاج الملكة. الطاعة كانت وصفها الطفلة الوديعة، كل اللي مطلوب منها تكون له مطيعة. الطاعة كانت وصفها الطفلة الوديعة، كل اللي مطلوب منها تكون له مطيعة. حبيبتي أمي ساكنة في دمي، حبيبتي أمي العذراء، فوق الممالك والعظماء لبس تاج الملكة. حبيبتي أمي ساكنة في دمي، حبيبتي أمي العذراء، فوق الممالك والعظماء لبس تاج الملكة، لبس تاج
تاج الملكة. شايلة الحمول من صغرها العذراء الحبيبة، تخدم تصلي لربها بقوة عجيبة. شايلة الحمول من صغرها العذراء الحبيبة، تخدم تصلي لربها بقوة عجيبة. حبيبتي أمي ساكنة في دمي، حبيبتي أمي العذراء، فوق الممالك والعظماء لبس تاج الملكة. حبيبتي أمي ساكنة في دمي، حبيبتي أمي العذراء، فوق الممالك والعظماء لبس تاج الملكة، لبس تاج الملكة. أوصف بإيه أحتملها، عايز حروف نادرة ما تبنها قدامها بمر وقلم صمدة. أوصف بإيه أحتملها، عايز حروف نادرة ما تبنها قدامها مر وقلم صمدا. حبيبتي أمي ساكنة في دمي، حبيبتي أمي العذراء، فوق الممالك والعظماء لبس تاج الملكة. حبيبتي أمي ساكنة في دمي، حبيبتي أمي العذراء، فوق الممالك والعظماء لبس تاج الملكة، لبس تاج الملكة. كلمات حلوة جدا جميلة. احنا اتكلمنا عن الصيام يا ابونا في العهد القديم بالنسبه للصيامات اللي في العهد القديم، هل في ايضا صيامات في العهد الجديد بتشير للصيام؟ طبعا في شواهد كتير جدا في العهد الجديد. يكفي اول حاجه طبعا صوم رب المجد، الكتاب المقدس في انجيل متى اصحاح 4:2 يقول كده عن أن المسيح له المجد صام 40 نهارا و40 ليلة. وعشان كده قدم لنا مثالا لنتتبع في خطواته. وهذا الصوم يا أحبائي هو الصوم اللي احنا الكبير، عشان كده بنصومه في هذه المدة. في أيضا صوم من أباء الرسل، أباءنا الرسل كانوا بيصوموا قبل القداسات، ودي موجودة في سفر أعمال الرسل. ومش كده وبس، ده أيضا كانوا عندما يختاروا خدام وشمامسة وفي رسامات كانوا يصوموا. عشان كده إحنا ساعة الأباء الكهنة أو الأساقفة لما يترسموا في فترة صوم بيصوموها لبداية هذه الخدمة. أيضا في أصوام في أعمال الرسل أيضا ذكرت لما يكون في خطر، لما كان بولس الرسول ذهب لرحلات كتيرة، هذه الرحلات كان في صوم لأن كان في خطر، وده موجودة في أعمال الرسل إصحاح 27. ففي أصوام موجودة في العهد الجديد ذكرت من أولها طبعا صوم رب المجد اللي عايز يعلمنا، حتى هو لما صلى كان عاوز يعلمنا إحنا نصلي. حتى كان كده يقول في إنجيل القديس مرقس في أول إصحاح، وخرج في الصباح الباكر يختلي للصلاة.
كل ده من أجل يعلمنا، هو مش في احتياج على الصوم، ولكن عشان يعلمنا أنه في احتياجات للصوم للإنسان. حتى كده نجد الكنيسة في الأصوام في ترابط جميل جدا، الكنيسة عاوزنا أنا نعيشه، واللي فعلا يهتم بهذا يستفيد. يعني بنيجي في بداية السنة القبطية أول صوم بيقابلنا هو صوم الميلاد اللي احنا حاليا موجودين فيه، وده هدفه ان الانسان يهتم بحياته الروحيه. يجي بعد كده بكام يوم ان شاء الله الصوم الكبير اللي هو الاهتمام الانسان بالتوبه الحقيقيه الصادقه، التوبه العميقه. حتى كده نجد كل غالبة القراءات تتكلم عن التوبه في الصوم الكبير. يجي بعد كده الصوم الرسل اللي هو صوم الخدمه والتكريس، ومش شرط اكون خادم، انا بصوم من اجل الخدمه، من اجل الكرازه، من اجل ولادنا اللي بيخدموا. يجي بعد كده رابع صوم، وده في اواخر السنه القبطيه، صوم السيده العذراء. صوم السيده العذراء يفكرنا طبعا بفضائل ام النور. يبقى لو نجد فيه من بدايه السنه القبطيه حتى نهايه الاربع اصوام الكبار اللي الكنيسه بتصومهم، عايزه تقول له من اول صوم الميلاد ان الانسان يهتم بحياته الروحيه، يبتدي حياه جديده. ثم بعد كده فعلا بعد كده الصوم الكبير يعيش حياه التوبه. صوم الرسل حياه التكريس والخدمه. الحاجه الرابعه صوم السيده العذراء يفكرنا بفضائلها وقد ايه مدايحها والنهضات الحلوه اللي بتبقى في الكنائس بنستفيد كلنا. ومش معنى ان الانسان في فترة عدت يبقى الصوم مثلا ميلاد انتهى وبدأنا في صوم الكبير يبقى بعد كده ان التدريب الاولاني ينتهي، لا، يستمر مع الانسان. يبقى دي الاصوام مترابطها في الكنيسة مع بعض، نجد انها كلها موضوعة من اجل فايدتنا ونمو الانسان في الروحيات. بعد اذنك يا ابونا، يعني احنا بنصوم الصيامات اللي الكتاب المقدس بتقول عليها. أيوة. فالناس تقول لك طب لازم تقيس يوم العذر، لازم تقيس يوم الرسل، الاربعاء والجمعه، صيامات كتير بنصومها بعيد عن الكتاب المقدس الكنيسه حطاها، طب لازمتها ايه؟ عشان كده انا مش هصومها، انا هصوم اللي هي الصيامات المهمه زي صيام طب ما المسيح صوم 40 يوم ماشي، انا هصوم برضو زي ما المسيح يعني عمل، طب لازم صيام الميلاد ايه؟ فحضرتك وضح لنا الجزئيه دي. يعني هو كل صوم زي ما قلت ان هدفه الروحي ايه وترابطهم مع بعض، وزي ما قلت الصوم ليه تعليم كتابي. ده اولا. اما مثلا لما نيجي نصوم صوم الرسل، وده اول صوم صمته الكنيسه، وزي ما احنا عارفين الكتاب المقدس قال حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون، فده الصوم اللي هو صوم أبائنا الرسل. الصوم الأربع والجمعة وضعته الكنيسة من أجل فايدتنا، إنه الأربع بدأ يبقى فيه تشاور على صلب رب المجد يوم الجمعة، لأنه أتم الصلب على الصليب يوم الجمعة. الإنسان يتذكر هذه في الأصوام، هذه الأحداث المهمة في اللي ربنا من أجله أتم هذا الأمور. زي ما نيجي نصلي مثلا صلوات مثلا باكر او صلاه الساعه السادسه او التاسعه او الى اخر، من اجل ان الكنيسه عايزه تفكرنا كل يوم نقول كده يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعه التاسعه. يبقى الكنيسه عاوزه تفكرك باحداث مهمه، لان مع انشغالات الانسان قد تتوه عنه الامور الهامه في حياته. حتى في القداس كل يوم تفكروا بامور كتيره جدا في تعاليم الكنيسه وعقائدها اللي موجوده في الكتاب. فلما نيجي نصوم الصوم الكبير نفتكر المسيح يقول صام عنا 40 ليله و40 نهارا و40 ليله. ده الصوم الكبير. صوم الرسل زي ما قلت لحضرتك الصوم اللي هو صامون اباء الرسل. صوم السيده العذراء معروف، يعني بيفكرنا بحاجه مهمه، لما العذراء مريم تنيحت وأصعد جسدها بعد أن دفنوها التلاميذ، وكان توما مش موجود، وكان توما في الهند بيبشر، توما الرسول، فشاف جسد العذراء وهو صعد الملائكة للسماء، زي ما قال الكتاب جلست الملكة عن يمين الملك.
فبدأ يرجع لما رجع لأورشليم يسأل التلاميذ وراحوا لقوا القبر فارغ، فبدأوا يصوموا مدة، وهذه المدة لما صاموها بدأوا يشوفوا الرؤية مرة تانية اللي شافها توما وجسد العذراء واخدان ملايكة وصاعدين للسماء. فاحنا لما بنصوم السيدة العذراء صوم صاموا التلاميذ وشافوا جسد العذراء. احنا طبعا العذراء بتقوم بنتشفى بيها ونطوبها كما قال الكتاب. فكل صوم زي صوم العذراء، صوم المقدس، صوم الاباء الرسل، صوم الميلاد زي ما قلت بيمهدنا للتجسم. او زي ما صام موسى النبي 40 يوم واستلم لوحي الشريعه اللي هي الوصايا العشر كلمه ربنا، هكذا احنا بنصوم عشان هنستلم او نستقبل عيد الميلاد المخلص. فكل صوم، الصوم عامة من تعليم الكتاب، هذه الأصوام بترتيب أبائنا الرسل لفائدتنا وعدد أيامها زي ما شرحت إيه هدف يعني. أغلبية الكنائس الأخرى أو بعض الناس يقول لك سيد المسيح لم يحطم الصوم بل تركه للظروف حين قال متى صمتم؟ أيوه. طب ليه احنا بنصوم سنويا؟ فالجزئيه دي برضو مخليه الناس طب صح، طب ما الكنيسه ليه بتعمل كده؟ طبعا المسيح له المجد في انجيل القديس متى في العظه على الجبل قال متى صمت. وكلمه متى قد يفهم من بعض ان هو بقى شيء اختياري او شك في الامر. لا، متى هنا تؤكد التحقيق والتاكيد. يعني في آيات كتيرة جدا بتقول في الكتاب المقدس مثلا متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكته. هل معنى كده متى جاء ابن الإنسان يبقى المجيء داوا مشكوك فيه أو قد يحدث أو لا أو اختياري؟ لا، متى تفيد التحقيق والتأكيد. فبدليل أيضا كان المسيح له المجد في العظة على الجبل أيضا قال متى صليت. هل الصلاة كده متروكة ان انا اختار اصلي او الغي الصلاة؟ لا. وبرضو في الصدقة المتى، يعني عندما تعمل كذا يقول لك شروطها ايه وايه بركتها. حتى يقول لك ادخل مخدعك وصلي لابوك في الخفاء او الصدقة الى اخر، وقول ان فعلت هذا فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. فيجب ايضا ان الصيام يكون في الخفاء. فهكذا برضو الصيام يقول كده متى صمت ادهن رأسك وجهك لكي لا تظهر للناس صائمة بل لربنا. مش نيجي قدام الناس انسى انا صايم. وده حدث مع الفريسي لما قال مع العشار وقال انا بصوم يومين في الاسبوع انا ليس زي العشار وانا، فبدأ يدين الاخرين. طب ازاي انت صايم وعمال تدين؟ فبالتالي اللي خرج مبررا العشار، اما الفريسي اللي عمال يتباهى بالصوم خرج غير مبرر. كان في ترنيمه صغيره كانوا بيعلموها لنا في مدارس الاحد واحنا صغيرين، زي العشار مش زي الفريسي، انا قلبي اختار اكون زي العشار. تمام. فاحنا بنيجي عند الصوم بالذات ونقول متى صمت، طب ليه ما بنقولهاش عند الصلاه وعند الصدقه؟ او طبعا متى هنا بتفهم ان هو للتأكيد والتحقيق، مش لأن الإنسان يبقى فيه اختيار أو صوم وقت ما. لا، ربنا أوصى بالصوم الجماعي وحتى الصلوات زي ما قلنا أمثلة وآيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس تؤكد هذا. مريت أول مرة أقول اسمك صح. عايزين نسمع من حضرتك ترنيمة. ترنيمة برضو جديدة للعذراء، كلمات تيريزا عوض وألحان مريم فخري. انت عذراء ام النور. Thank you.
بنتي عذراء أم النور، عاش جواكي إله النور. بنتي عذراء أم النور، عاش جواكي إله النور. شلتي في بطنك 9 شهور، انت عذراء ام النور. شلتي في بطنك 9 شهور، انت عذراء ام النور. انا ليا امي في السماء، ام عفيفة ام بتول. مهما طلبتي منها بصلي وطلبي مقبول. أنا ليا أمي في السماء، أم عفيفة أمي بتول. مهما طلبتي منها بصلي وطلبي مقبول. أمي العذراء، أمي العذراء، أمي العذراء، أم النور. انتي عذراء أم النور، عاش جواكي إله النور. انتي عذراء أم النور، عاش جواكي إله النور. شلتي في بطنك 9 شهور، انت عذراء ام النور. شلتي في بطنك 9 شهور، انت عذراء ام النور. انا مطمن في حضنها، ما هو انا برضو ابنها. مقدرش أبعد عنها، هي حياتي كلها. أنا مطمن في حضنها، ما هو أنا برضو ابنها. مقدرش أبعد عنها، هي حياتي كلها. أمي العذراء، أمي العذراء، أمي العذراء، أم النور. انتي عذراء ام النور، عاش جواكي اله النور. انتي عذراء ام النور، عاش جواكي اله النور. شلتي في بطنك 9 شهور، انتي عذراء ام النور. شلتي في بطنك 9 شهور، انت عذراء ام النور. هي النور لعيوني، منورالي دنيتي. مهما قالوا ولموني، مش هيغير محبتي. هي النور لعيوني، منورالي دنيتي. مهما قالوا ولموني، مش هغير محبتي. أمي العذراء، أمي العذراء، أمي العذراء، أم النور. انتي عذراء ام النور، عاش جواكي اله النور. انتي عذراء ام النور، عاش جواكي اله النور. شلتي في بطنك
تسع شهور انت يا عذراء ام النور، شلتي في بطنك تسع شهور انت يا عذراء ام النور. جوا في قلبي من زمان نور لحياتي هي امان، عايشة في دمي وفي الشريان وبتديني كل حنان. جوا في قلبي من زمان نور لحياتي هي امان، عايشة في دمي وفي الشريان وبتديني كل حنان. أمي العذراء أمي العذراء أمي العذراء أم النور. جميلة جدا. في طلبة صلاة من واحدة بعتة بتقول ابني عماد محتاجة طلبة صلاة من أجله، ربنا يشفيه نفسيا وجسديا وربنا يرجعه ليا، ومحتاجة قصك تصلي له. وأيضا واحدة محتاجة طلبة صلاة من أجل امتحاناتها تبتدي من يوم الحد القادم. ربنا معهم جميعا كده، وإن شاء الله يعني يتمم الشفاء لكل مريض مريض، خاصة عماد ابن المبارك عماد، ربنا كده يمد ايده ويديله الشفاء بشفاعة العذراء والايام المباركة اللي احنا فيها. وبرضه بنصلي ونرفع قلوبنا كلنا من اجل كل اولادنا اللي هم مقبلين على الامتحانات، ربنا يعطيهم النجاح كوصية الكتاب، كونوا يعني اروم تكونوا ناجحين في كل شيء. امين. اعزائي المشاهدين قناة الطريق، ناخد فاصل ونرجع لكم مرة اخرى، ابقوا معنا.
اسمه يسوع. مرة أخرى أعزائي المشاهدين قناة الطريق مع قصة أبونا يوحنا يوسف كاهن كنيسة قديسة دميانة ببابا دبلو بشبرا. أهلا بحضرتك يا أبونا. والمرنم ماريت وهبة أهلا بحضرتك. ونكمل كلامنا يا أبونا، بس قبل ما نكمل كلامنا، أي حد محتاج طلبة صلاة ممكن يبعتها لنا على 93 14. واللي حابب يكلمنا ايضا او يستفسر عن اي شيء وحابب ابونا يجاوب على اسئلته يبعت لنا ايضا على 93 14. هل طبعا احنا قلنا الصيام يجب يكون في الخفاء زي الصلاه، هل ايضا ممكن نصوم وقت ضيقتنا؟ طبعا ممكن. في زي ما قلنا الكنيسه زي ما فيها صلاه جماعيه زي القداسه والبتروجيه صلاه جماعيه، في صلاة المخدع، في صلاة ارتجالية أو انفرادية، في صلاة سهمية، هكذا برضو في الصوم. أنا بصوم وشارك الكنيسة كلنا كجماعة بنصوم، ممكن قد يكون في حد عنده أي موضوع حابب يصوم من أجله ما فيش مانع. بالإضافة أن أبونا نفسه بيشارك ناس كتير كده في موضوعات معينة يصوم لأجله، وهذه الصيامات بتبقى بتدريب من اباء الاعتراف. فالصوم برضو في وقت اللقاءات الكنيسه مثلا ساعه نقل جبل المقط، ودي ضيقه كانت مرت بيها الشعب القبطي. ايه اللي حصل؟ لما صاموا 3 ايام العذراء تظهر لسمعان الخراز ويبدا ينقل جبل المقط. فالاصوام الجمعيه واصوام وقت الضيقه ده تعليم مهم. كتابي. ماذا يحدث لو الإنسان لم يصوم خالص بقى؟ لا، الإنسان اللي لم يصوم خالص طبعا يبقى بعد عن تعليم الكنيسة، والكنيسة عايزة تقول له روحياتك لازم تزيد، اهتم بيها زي ما احنا بنهتم بأمور جسدية كتيرة. فالكنيسة تنبه تقول له في صوم. أنا بعتبر حضرتك الصوم مثلا زي ما يكون كده أولادنا ما بيمتحن، يمكن امتحانات قربت أهو، أولادنا يجد أنهم يهتموا بالدراسة أكتر من أنا لسه في أول السنة في أول أسبوع. كل ما يتقرب وقت الامتحان تلاقي فيه تركيز واهتمام أكتر. فالكنيسة عايزة تقول له خل أيام الصوم ديا فيها روحيات مرتفعة، عشان كده الكتاب يقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف. يعني المفروض أيام الصوم تبقى أيام مقدسة غير باقي الأيام العادية. يعني أنا لو في عندي في حياتي فتور أو تكاسل أو بعض الضعفات في الأيام العادية ما قبل الصوم، المفروض وقت الصوم أنا يكون أكثر التزاما. فعشان كده كلنا محتاجين، لكن الإنسان اللي هيبعد نفسه عن الصوم هيبدأ يفقد هذه الأمور. الحاجة التانية مهمة جدا من الصوم، أنا بقرب من ربنا. في بالصوم أيضا إحنا يا جماعة كلنا في حرب دائمة مع الشيطان، ولذلك إحنا في حاجة إلى الصوم والصلاة، لأنه أحد الآباء كده يقول بالصلاة نتسلح وبالصوم نتحصن. يبقى الإنسان اللي بيبعد دون عن الصوم، طب وإزاي؟ طب وحروب الشيطان وإزاي يقرب من ربنا؟ ده في أقوال كده من الآباء جميلة جدا تقول إن أردت أن تصعد صلاتك للسماء هب لها جناحين، أحدهما الصوم والآخر الصدقة. وهذه هي جاية من آية ذكرت في سفر توبيا، الآية دي بالضبط. فالكتاب المقدس لو أنا بعيدت عن الأصوام يبقى أنا بعيدت نفسي عن أن أكلم ربنا وصلواتي تصعد، بعيد التقرب من ربنا. دي حاجة بحصن نفسي عشان حروب الشيطان. فبالتالي المهم لما الإنسان يصوم يقول كده عن الصوم، هذا الجنس لا يخرج بالشيء إلا بالصوم والصلاة. فالاثنين مع بعض، لا الصلاة لوحدها ولا الصوم لوحده، الاثنين مع بعض بيساعدوا بعض. يساعدوا. يبقى أنا في إنسان في حروب من الشيطان،
ازاي نخرج وازاي نتغلب زي ما ربنا قال لنا قاوموا ابليس فيهرب بهذا. حتى المسيح له المجد وهو صايم انتصر وجرب من الشيطان وانتصر عليه. انتصر عليه بالصوم وكلمة ربنا. كان المسيح صايم وبعد كده يقول له قول الحجارة تتحول خبز، يقول له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم ربنا. يبقى المسيح انتصر عليه بالصوم وانتصر عليه بكلمة ربنا. هو يقول له حاجة يشككه وهو يرد عليه بآية. فالإنسان اللي بعد نفسه عن الصوم، بعد نفسه عن العبادة الجماعية، بعد نفسه عن كل هذه الأمور، ما إزاي هيقاوم إبليس وإزاي يقرب من ربنا؟ ده بالنسبة للإنسان اللي هو بيبعد عن الصوم. وده بيأثر في الحياة الأبدية؟ طبعا الجهاد الروحي مهم. في حاجات جميلة جدا بتبقى أثناء الصوم الإنسان يركز فيها. يعني مثلا المفروض في فترة الصوم الإنسان يزود الفضائل اللي هو فيها ويبعد عن الرذيلة. وأنا كل ما فضائل تزداد في حياتي كل ما ده يقربني من الأبدية اللي هي ثمار الروح القدس، محبة فرح سلام. أنا في الفضائل دي يبقى ده مؤشر حلو إن أنا الإنسان ده يربح الملكوت. لكن أنا إنسان بعيد عن هذه الفضائل. الكنيسة بتهيأ لك أيام تعيش فيها مع ربنا تزود الفضائل وتبعد عن الرذيل. ده في ناس كل واحد طبعا بياخد التدريب اللي يخصه في الصوم. يعني ممكن إنسان عايز يتدرب على فعل الخير والعطاء في فترة الصوم. إنسان تاني عاوز يتدرب على القراءة الكتب الروحية وقراءة الكتاب المقدس. ففترة الصوم مليانة تدريب كتيرة جدا لو الإنسان التزم وعاش بهذا في الصوم وهذه التدريب. إنسان تاني ممكن يتدرب على الاحتمال. إنسان تاني يبدأ يقرأ سير قديسين وشهداء. يبقى كل واحد بياخد التدريب اللي أنا حاسس أنه في احتياج لي. زي ما أنا بروح مثلا لطبيب بيقول لي خد فيتامين معين عشان عندك نقص كالسيوم، ده نقص حديد. يبقى كل واحد بياخد الحاجة اللي تقويه، اللي ناقصاه اللي هتقويه في روحياتي اللي توصله للأبدية. فالكتاب المقدس في فترة الصوم يدينا ناس كتيرة جدا تكتر الصلوات في الصوم. في ناس تانية تكتر المطنيات وقت الصلاة في الصوم. مثلا الصوم يجي ناس كتير جدا يكون ناسي ممارسة أسرار الكنيسة، إذا كان سر التوبة والاعتراف أو سر التناول. فيجي الصوم يفكروا أنا في حاجات يمكن في الأيام العادية كنت فيها كسل، فأبدأ أهتم إزاي أنا صايم وأكون برضو كسول في ممارسة أسراري أو تدريب الروحي. لأن لو صمت كده فقط مجرد تغيير أكل يبقى ما فيش أي فايدة. ده أنا مفروض أصوم وأشوف إيه الحاجات التدريب اللي تنقصني وأبدأ أركز فيها بحيث يعدي فترة الصوم يقول فعلا أنا استفدت الصوم ده. أنا الصوم ده كان ناقصني مثلا، كنت بعيد عن سر التوبة والاعتراف بدأت أعترف. حتى ناس كتير جدا مع قرب نهاية السنة يتذكر كده يعيد حساباته، أنا بقالي كتير ما قدمت الصدقة، بقالي كتير ما تناولتش، أبدأ استعد للمناولة. ففترة الصوم تختلف من فرد الآخر، أخذ التدريب اللي يناسب. في أيضا أباء ينصحوا كده أنه مهم جدا فترة الصوم، إيه المانع نحفظ آيات فترة الصوم، نشارك في التسابيح الحلوة اللي احنا موجودة في الكنائس باستمرار. لكن لو عدى الصوم بدون هذه التدريب يبقى بدون أي فايدة، يبقى مجرد تغيير أكل فقط. ده حتى كده في معادلات روحية الأباء يقولهن دايما، يقول كده صوم زائد خطية لا يجوز، لكن صوم زائد صلاة هو ده المطلوب. معادلات كده روحية كنا نعرفها لأولاد. حتى فترة الصوم ممكن واحد ياخد تدريبات كتيرة على ضبط الفكر، على ضبط اللسان مثلا. ده اللسان ده أحد الأباء يقول لو أنت تعودت تضبط لسانك
هتعفي نفسك من 64 خطيه زي الشتيمه والكذب والنفاق والنميمه، خطايا كتير. يعني انت لو ضبطت لسانك مثلا في فتره الصوم يبقى انت يعني نجيت نفسك من 64 خطيه، قد تكون واحده منهم تبعد الواحد من الملكوت. يقول كده سفر الرؤيا: لا يشتمون يدخلون الملكوت. من قول لا فيه احمق مستوجب مرجوعا. ففترة الصوم جميلة جدا ان الانسان يبدأ يمارس امور كتيرة هو في احتياج ليها: ضبط الفكر، ضبط النفس، ضبط اللسان، الغضب. قد يكون انسان غضوب، فالصوم كده يدي قوية ارادة يخليه كده، لان الانسان الغضوب بيغلط، الغضب يجيب غلط. فتدريب جميلة جدا في الصوم، لما نصوم يبدأ الإنسان يدرب نفسه على الحاجة اللي تناسبه، يبعد عن الإدانة، عن خطايا اللسان إلى آخره. حتى كده أحد الآباء القديسين يقول بالصوم انتصار على الضعف والخطية والعمل بالوصية. فجميل جدا إن فترة أيام الصوم الإنسان يبقى فيه شركة مع المسيح له المجد الذي صام عنا. حتى كده القديس ماري إسحاق يقول: الذي يصوم من الغذاء ولا يصوم قلبه عن الحقد ولسانه عن الشر فصومه باطل. يعني عاوز يقول لنا الصوم لوحده بتغيير الأكل، لا مش هو ده. أعيش الصوم حقيقة بالتدريب، إنه الإنسان يصوم قلبه وفكره عن الحقد والكراهية ويصوم لسانه. ده الإنسان اللي هو فعلا لو حط الهدف الصوم قصاد الوضع الكنيسة يستفيد. طب ايه رأي قدسك في المقول اللي قالها بولس الرسول: لا يحكم عليكم احد في الاكل او الشرب؟ كلام بولس الرسول عن هذا الامر كان بيتكلم عن التهود، لانه في وقت بداية المسيحية كان في بداية اليهود اللي دخلوا المسيحية، فعايزين يعملوا عملية تهويد، يعني يدخلوا الآراء اليهودية في المسيحية. فعشان كده بولس الرسول يعني مثلا كان اليهود في حاجات كتير جدا يقولوا عليها نجسة، فعايزين يدخلوا هذا الفكر. فكان بولس الرسول يقول: لا يحكم عليكم أحد في هذا أو في سبت أو الهدف، إنه كان بولس الرسول بيقاوم هذا التهود. فكان يقول للناس، يبقى احنا النص ما ممكن واحد يفهم يقول لا يحكم حد الشيء، لا احنا لا يحكم اللي هو الافكار اللي هي بعيد عن الفكر المسيحي. لكن الاحداث اللي قيلت في هذه الآية، الناس اللي هي كانت عايز تدخل افكار التهود في المسيحي، عشان كده بولس الرسول وقف وقال لهم لا يحكم عليكم احد. هل ربنا قال للناس في الصيام صوموا عدس وفول وبصره في الكتاب المقدس؟ معنا زي ما قلنا التعليم كتيره جدا اتقالت في دانيال النبي وحزقيال. والصوم زي ما قلنا لازم بيرجع الانسان الى حاله ادم ما قبل السقوط وما قبل الطوفان. ربنا عايز يقول له خليك عيش في هذه، مش بس الصوم على فكرة، أمور كتيرة في الكنيسة. ده حتى في سر الزيجة، يمكن دي نقطة معلومة بس بعيد، لكن توضح قد إيه الكنيسة عاوزاك ترجع للحالة ما قبل السقوط وقبل الخطية. يعني مثلا في سر الزيجة نجد العروسة تحمل ورد في إيديها، مش بس للزينة أو للصبر، لا ده من أجل أن ربنا عاوز يقول لك أنا عايزك تعيش زي ما كان حواء وآدم ما قبل السقوط. ففي جنة عدن كان فيه زهور وورود كتير جدا، فالعروسة ما تمسك كده الكنيسة عايزة تقول له للعروسين المفروض تعيشوا سر الزيجة زي ما كان آدم وحواء ما قبل السقوط. قد إيه كان وجودهم في الجنة، طبعا لو نقارن في وجودهم داخل الجنة وخارجها الأفضل جوه الجنة. فالكنيسة عايزة تقول له أنا عايزك تعيش زي ما كان آدم
وحواء في الفردوس، هكذا الصوم الكنيسة عايزة تقول له هنعيش زي ما كان آدم في الحياة الفردوسية لأنها أفضل ما قبل السقوط. طبعا كنيسة صغيرة في مخافة الله، طبعا تعليم كتيرة جدا في الكنيسة يعني عاوزة تعيشنا في هذا، لأن المسيح لو المجد جاء ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ربنا جاي من أدي لي دينا حياة أفضل نعيش في فرح في وجوده وسطينا. بالنسبة لإجابة العسل وشرب سارت، عندي إجابات حابة أروح للمشاهدين. أيوة. بيقول أمر الرب عسكيا النبي بصوم صوم الإفطار على القمح اللي هو البليلة والشعير والفول والعدس والذرة الرفيعة والكمون، ده اللي حضرتك وضحته في بداية الحلقة في حسقيال. وصام دانيال عن أكل اللحوم وشرب الخمر، كما صام مع أصحابه الثلاثة وفطروا آخر النهار على البقوليات، ده كان في دانيال برضو. صام داود النبي بالزيت وقال رتبتي ارتعشا من الصوم ولحمي هزل من عن السم. هنا بيؤكد يعني ان الكنيسه المفروض تصوم على الاكل النباتي. ايوه. ماشي يا ابونا. كنت عايزه اعرف كلمه، ما المقصود بكلمه البرامون؟ كلمه البرامون هو استعداد، استعداد للعيد، اذا كان عيد الميلاد او عيد الغطاس ليه برامون، بنستعد ليه طبعا، بنصوم لاستقبال هذا العيد. ليه طقس في الصلوات؟ بيبقى في صوم انقطاعي وبيبقى صوم يعني بعيد عن أكل السمك في هذا اليوم، زي وزي الأربع والجمعة، لأهمية الحدث اللي احنا مقبلين عليه، إن كان عيد الميلاد أو عيد الغطاس اللي هو عيد الظهور الإلهي. فكنيسة عاوزة بتهيئنا كل حاجة ليها استعدادات، لو نعرف الهدف وجوهر هذا الأمر من أجل استقبال هذه الأعياد في حياتنا. يعني البرامون هو طقس معين بيتصوم قبل العيد. طبعا معروف اذا كان العيد مثلا يوم سبت فالبرامون يكون، لو العيد مثلا يوم السبت بنصوم الجمعه، اذا كان يوم الاحد نصوم الجمعه والسبت، اذا كان العيد يوم الاثنين مثلا نصوم جمعه وسبت وحد، لان السبت والحد بيبقى مفهومش أصوام انقطاعي. حد طبعا معروف عشان قيامة المسيح أو يوم فرح. لماذا بنصوم صيام الأربع والجمعة؟ الأربع والجمعة ده الأبائنا الرسل تسلموا في فترة المسيح له المجد ما بعد القيامة لحد الصعود، سلم التلاميذ يقول سلمتكم ما قد تسلمت، زي كلام بولس الرسول. فاليوم الجمعة زي ما قلنا بنتذكر صلب المسيح له المجد، فبنصوم لكي تذكر المسيح وإتمام الفداء على الصليب لأجلنا. يوم الأربع لما بدأوا يتشاوروا عليه اليهود من أجل أنه يسلموا المسيح، فحاجات كتير في الكنيسة بترتبط بأن الكنيسة عايزة تفكرك هذا الحدث وتستفيد منه. ده حتى مثلا لما نيجي نصلي في الأجبية ونقول مثلا كلمة كيريا ليسون 41 مرة المفروض، وأنا بنقول كل مرة نتذكر الألمات اللي المسيح له المجد تألمها وذاقها لأجلنا، لأنه شال عنا هذا العقاب. فلما بنصلي وبنطلب رحمة ربنا بنتذكر هذه الأحداث، أنه 39 جلدة وإكليل الشوك والطعنة 41. فحتى لما نيجي نصلي ما نيجي نصوم الكنيسة عايزة تفكرك ان كل هذه الامور من اجل كل واحد فينا، ربنا شال عنه هذا العقاب. طيب مريت نسمع منك ترنيمه. ترنيمه بتقول ست السماء والارض يعقب. اصوات الاطفال الجليله تعلي وتبت بالسماء ولا يقطع صوت واحد. Thank you.
ست السما والأرض يا عذرا أم الله يا جوهرة نادرة ست السما والأرض يا عذرا أم الله يا جوهرة نادرة اسمك مريم وده معنى محبوبة وست الكل وبرة اسمك مريم وده معنى محبوبة وست الكل وبرة ست السما والأرض عذرا يعقوب لما شاف الرؤية سلم وصل السما بالدنيا انت يا عذرا هي سلم نزلوا الرب الاهل الدنيا يعقوب لما شاف الرؤية سلم وصل السما بالدنيا انت يا عذرا هي سلم نزلوا الرب الاهل الدنيا اسمك مريم وده معنى محبوبة وست الكل وبرة اسمك مريم وده معنى محبوبة وست الكل وبرة ست السما والأرض عذرا حل لاهوت الله في حشاكي ويا نسوته لما نداكي والعليقة رمزك انتي والنار رمز يسوع جواكي حل لاهوت الله في حشاكي ويا نسوته لما نداكي والعليقة رمزك انتي والنار رمز يسوع جواكي اسمك مريم وده معنى محبوبة وست الكل وبرة اسمك مريم وده معنى محبوبة وست الكل وبرة ست السما والأرض عذرا اشفعي فينا يا بنت داود بنفس طهرة ووجه ودود قدام رب الملك الأبدي تملي بنعمه علينا يبود اشفعي فينا يا بنت داود بنفس طهرة ووجه ودود قدام رب الملك الأبدي تملي بنعمه علينا يجود اسمك مريم وده معنى محبوبة وست الكل وبرة اسمك مريم وده معنى محبوبة وست الكل وبرة ست السما والأرض عذرا ست السما والأرض عذرا ست السما والأرض عذرا طلبت صلاة من بتقول محتاجة صلاة من أجل شفاء عمي اسمه خيري ومحتاجة أسك تصليله ربنا يتمم الشفاء يا رب لأستاذ خيري وكل المرضى يا رب ونطلب من كل قلوبنا يا رب يعطي الشفاء في هذه الأيام للكل يا رب أمين نكمل كلامنا يا أبونا منعت الكنيسة أكل السمك في بعض الصيامات زي الصيام الكبير وخلته في صيامات اخرى زي مثلا صيام العذراء او صيام صوم الميلاد لماذا هو طبعا الصوم كان الاكل نباتي بس يعني هو من اجل التخفيف على بعض على الناس فبدات يبقى فيه صوم الميلاد والرسل والعذراء يبقى ممكن مصرح فيه اكل السمك
لكن في ناس كتير جدا بتصوموا نباتي. حتى بالاكثر صوم العذراء ناس كتير جدا طول مدته صغيره انا اصومه كده من غير اكل سمك. فالكنيسه من اجل التخفيف على الناس، زائد الكنيسه ايضا لو في اي ظروف لاي حد في تعب او مرض زي ما قلت بياخد حل عن الصوم، او واحد لا قدر الله تعب في فتره الصوم ياخد حل الى ان تمر فتره المرض، بياخد باقي ايام الصوم يقدر يكملها كصوم. هل يصح ان احنا ينفع نصوم طبعا ينفع نصوم الاربع والجمعه، هل يصح ان احنا ناكل سمك في الاربع والجمعه؟ لا، هو الاربع والجمعه بيذكرونا باحداث تخص المسيح له المجد من اجلنا، وطبعا الصيامات كلها ده ربنا. يعني حتى ان سمي بعض الاصوام باصوام القديسين ولكن الصوم ده ربنا، حتى الصلاه ده ربنا، حتى الكنيسه، بس احنا طبعا بنقول كنايس باسماء القديسين تمجيدا له، ولكن الصوم اذا كان باسم العذراء لكن الصوم بنصوم لربنا. اي نعم الصوم باسم العذراء ولكن بالصيام بيبقى لرب المجد. ايام البابا كرولوس السادس كان الصيام يوم الاربعاء والجمعه كان مصرح بيه اكل سمك. يعني هل لو انا اكلت انا اكلت حاليا سمك في الاربعاء والجمعه يعتبر ده خطيه؟ هو كان نوع من التخفيف، لكن نرجع لتعليم الديسكوليه وابائنا الرسل. يفضل في يوم الاربعاء والجمعه لانها احداث مهمه في حياه المسيح له المجد، تذكرنا بعقيده الفداء وصلب المسيح لاجله. وبعدين لما الانسان لو بفتران طول الاسبوع في يومين بس يعني يصومهم، مش هم دول اللي الصوم ما ياثرش على زي ما الناس فاهمه على الصحه بدرجه. ثم الان بنطونيوس كان صايم فتره طويله ويقول كده لما بيتقابل مع التلاميذ كان في منتهى الحيويه والصحه. يعني الناس بتبقى عايزه عندها تدقيق، هل لو عملت طب ليه اشمعنى؟ الا لو ظروف معينه مرضيه، يعني ما ممكن في ناس بتاخد ادويه او حقن في الصبح بدري مثلا زي انسولين، حد عنده سكر، صعب نقول نصوم انقطاع. فالكنيسه بتعطي حد، مش معنى كده الكنيسه متزمته او لا. الا لو انسان بقى يعني بيتمرض او بيبعد، لا هو هيضعف روحيا، لكن الانسان اللي تعبان يعيش جوهر الصوم حتى في ايام الصوم، حتى وان كان واخد حاجه للفطار كاكل، ولكن برضه لا يمنعه انه يعيش حياه جوهر الصوم اللي طالباه الكنيسه اللي احنا اتكلمنا فيه من نمو روحياته او تقليل من الضعفات والخطايا في فتره الصوم. محتاجين كلمه منفعه من قدسك، او افعل ماذا افعل عشان استفاد من الصيام؟ هو طبعا اللي احب اوضح حاجه مهمه جدا في فتره الصوم، لانه في زي القديس يوحنا يقول كده: لقد جرب الصوم اباؤنا من قبل كل يوم فوجدوا انه نافع وموافق لنقاوة النفس. فالصوم يجعلنا كده نتضع. فالصوم علشان استفيد منه اخلي بالي ان في صوم مرفوض وفي صوم مقبول. في صوم المرفوض اللي هو الصوم المكشوف او الظاهري، او ان انا عايز اصوم عشان اظهر للناس اني صائم واكسب مديح الناس، او زي ما قلنا عن الفريسي، او زي سفر اشعيا اللي بدانا حضرتك قراتيه في بدايه الحلقه. لما قال في صوم كده في سفر اشعيا يقول انه ربنا اننا صايم ولم ينظر الينا، لانه انسان وهو صايم في خصومات وفي انشغالات وفي شر. لكن الصوم المقبول زي ما حضرتك قلت يكون في نسك وفي زهد. في صوم غير مقبول ذكر في اعمال الرسل، كان في مره ناس صاموا من اجل عشان يقتلوا بولس الرسول. لما يقتل بولس الرسول هنبقى ايه؟ نفطر. طب يعني انت صايم، هل ده صوم مقبول؟ زي اللي بيصلي يقول انا هصلي من اجل ربنا مثلا يعمل حاجه في فلان او ينتقم في فلان، ده صلاه مش مقبول. ففي اصوام غير مقبوله مرفوضه زي الصوم ده، او زي ما قلنا للفريسي
أو لو إنسان في انشغالات، فكل هذه الأنواع من الأصوام غير مقبولة. لكن أنا عشان أستفيد من الصوم يبقى الصوم المقبول اللي الكنيسة تنادي به يكون الصوم ده مرتبط بعمل الخير. الحاجة التانية يكون الصوم مرتبط بأيام وتبقى مقدسة، يعني أقدم فيها توبة زي ما قلنا. الحاجة التالتة يكون الصوم مرتبط بخدمة، ومش شرط أكون خادم بقى، يعني الخدمات كتيرة، ممكن مش خادم مدرسة أحد، لا خدمات كتيرة، كون أن أزور مريض أو أعطف على إنسان محتاج. والصوم أيضا مرتبط عشان يبقى نافع برحمة، طلب رحمة ربنا. كان مرة في العهد القديم أيام مردخاي، كان هامان الشرير أشار على الملك أنه يقتل شعب الله القديم، فمردخاي لبس المسوح وصام وبكى هو والشعب، فربنا خلصهم من هامان الشرير. فالصوم ساعات بيرفع الضيق وبينطلب منه رحمة ربنا، فبالتالي الإنسان يستفيد من الصوم. بس المهم هو إنسان الصايم لما يفطر حاجتين مهمين، إن هو لا يفطر بشهوة. ما ممكن أنا بصوم من أجل ضبط الشهوة وأنا ساعة الإفطار يبقى ضبط النفس والشهوة. الحاجة التانية لا أترقب معاد الإفطار، يعني أقعد أقول الصوم انقطاعي هيخلص الساعة كذا أو كذا، لا، أو في ناس تترقب نهاية القداس أو كذا. يبقى وأنا صايم بلاش تترقب معاد الفطار، بلاش وأنت بتفطر تفطر إيه بشهوة، عشان تستفيد من الهدف الصوم. لأنه زي ما قلنا ياريت حدد لنفسك هدف لكل صوم تصومه. أنا الصوم دون هزود روحياتي، هبدأ أحضر تسبيحة، هبدأ أعمل مطانيات مثلا، ما ضيعش اللي أنا عملته. بشكر وتسابونا يوحنا يوسف كاهن كنيسة القديسة دميانا. في طلبة صلاة حابة حضرتك تصلي من أجلها، سوزي وطارق، لأجل أن يعطيهم الرب أولاد، ربنا يديهم حضرتك تصلي لهم زي ما أعطى زكريا وأليصابات كده. ربنا يعطي الجميع ويعمل الصالح ويتدخل في كل أمور حياتنا وأسرنا وكل أولادنا. أمين. وبشكر المرنم مريم. اعلموا أن ربي يستجيب لصلواتكم إن وظبتم على الصوم والصلوات أمام الرب. صرخ كل الشعب إلى الرب بابتهال العظيم، وزلوا نفوسهم بالصوم والصلاة هم ونسائهم. أدللت بالصوم نفسي، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. الصيام مهم جدا لحياتنا، محتاجين قصتك تختم بصلوة مع المشاهدين من أجل أيضا طلبات الصلاة اللي جات لنا النهاردة. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بنشكرك يا رب على كل حال لأجل وجودك في وسطنا ولأجل هذه الفرصة يا رب، لأن أنت قلت ما تجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم. نطلب منك يا رب في نهاية قرب نهاية هذا العام تبارك كل أسرنا يا رب، تبارك كل الشعب، تبارك بلادنا يا رب، وتبارك كل من المسؤولين، وتبارك يا رب القائمين على كل خدمة في كل مجالات الخدمات الكثيرة يا رب على مستوى الكرازة. نطلب منك يا رب في فترة الصوم تجعل هذا الصوم مقبول لكل أولادنا وكل المؤمنين بشفاعة العذراء مريم رئيس الملائكة مخيل القديسة دميانا. اسمعنا رب نصرخ ليه قائلين أبانا الذي في السماوات. في كتير طرق وسط الحياة.